صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أحد الإخوة يحلف ويقول والله ومحمد رسول الله، فأنكرت عليه بأن هذا شرك، فهل إنكاري عليه صحيح؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: سمعت أحد الإخوة يحلف ويقول والله ومحمد رسول الله، فأنكرت عليه بأن هذا شرك، فهل يصح؟ إذا كان يقول والله ومحمد رسول الله، لا يحلف بالله وبمحمد، هذا شرك، هذا شرك. أما إذا قال والله إن محمد رسول الله، هذا إثبات، يثبت رسالة محمد ويحلف عليها، هذا طيب، هذا طيب، نعم.